10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
سامر حضرتك تواجد هذيك السنة مع الفريق وتواجد بطل لبنان للدرجة الرابعة، وحضرتك هلا بجنازة ثانية للفريق وبدار الفريق، كيف تشوف الفريق السنة؟ يعني عملنا إنجاز هذيك السنة، كان حلم ما كنا متأملين كثير. بلشنا بين مزح وجد وحضر الفريق بكير شوي، كان أول سنة كان صار له فترة هامين الفريق، ورجع عملنا تمارين بكير وحضرنا الفريق نفسيا كثير وتمارين بدنيا وكل شيء، وكان طموحنا إنه نعمل نتائج، ما كان طموحنا نوصل للثالثة، والحمد لله عملنا نتائج كثير حلوة، تصدرنا أول مجموعة ورجعنا حنا بطولة لبنان واخذنا البطولة، رجعنا طلعنا على الثالثة. هلا السنة كمان بلشنا بكير والشباب كثير جاهزين، السنة بلشنا كمان صرنا هي الشهر الثالث حيخلص، وبشوف انه في طموح كمان السنة، عنا امل كبير نطلع على الثاني، هو هدفنا على طول، عنا طموح احنا وعنا هدف، لانه الفريق بلا هدف ولا طموح ما بينجح. والشباب ان شاء الله بوجود هالإدارة كلها عم تشتغل، وجمهور اللي هذيك السنة كان مش رقم 12 هو الرقم واحد كان معنا هذيك السنة، جمهور كثير ساعدنا، بتمنى منه السنة كمان يكون مثل هذيك السنة ويساعدونا لآخر لحظة، ويمكن نمرق بظروف بدنا اياهم يقدروا معنا. يعني هذيك السنة مرق خسرنا ماتش بالدور الثاني، رجعنا ربحنا المطوش الباقي كله، فبتمنى انه مش اذا ما ربحنا ولا ماتش، انه ما ربحنا شي ماتش مرق بدون ما نربح ما يزعلوا يتخلوا على الفريق. يعني هذا الفوتبول في ربح وخسارة، ان شاء الله نحن بنوعدهم على الدرجة الثانية، بس بتمنى يوقفوا معنا وان شاء الله خير. امل السنة. شكرا دكتور ثاني. يلا على الصفايرة. سلموا يا عجله علي راسك، تعال فوق سيبه هنيك. يلا اطلع. كان في نقلة نوعية، الكابتن حسن عمل نقلة نوعية بالفريق يعطيه العافية، إلى ما وصلنا إليه يعني الحمد لله، والله وفقنا من دور التمهيد الأول دور التمهيد الثاني للتصفيات، يعني أخذنا بطولة جبل لبنان، مع إنه كان في شوية صعوبة بالمباراة، يعني كان في عندنا فرق كتير قوية، كان في عندنا الأهلي سربة، كنا مفكرين انه بشكل عائق، بس عندما يكون في إرادة وعندما يكون في تعاون يعني بتشتت الصعاب. الحمد لله الى ان وصلنا اول مرحلة لبطولة جبل لبنان، لعبنا نحن وفريق كمان من عندنا من حارة النعمة نادي الاتحاد، يعني نحن كنا بنعتبرها انه صراع رياضي، يعني تنافس رياضي، الحمد لله الله وفقنا واخذنا بطولة جبل لبنان، وكان هذا مثل بداية اكثر من جيدة، كنا نحن قطعنا ثلاث ارباع الطريق لبطولة لبنان والانتقال من مصافي الدرجة الرابعة الى مصافي الدرجة الثالثة. حاج عبد، حدثنا عن تاريخ النادي من بعد 40 سنة من التعب والجد لوصلنا لهيدا الحلم، حلم الاجيال، حلم هلالنا. يعني هي الفكرة بلشت مجموعة اولاد صغار اللي حبوا الفوتبول، بهذه الطريقة حاولنا أن نأسس نادي، كنا مجموعة شباب حبينا الفكرة وتعبنا وساعدنا المرحوم الرئيس عبد المنعم فخر الدين للحصول على الرخصة، ومن هونيك انطلقنا، ظلينا مستمرين حتى اجت هالأجيال إن شاء الله حتتابع الموضوع من بعد. حاج عبد، حكينا عن فكرة الملعب. يعني كان لابد نفكر بموضوع إنه بعد ما خلينا موسم الحافل والجهد اللي قدموه اللاعيبة والإدارة والمدرب، ونفكرهم بموضوع يليق بمقامهم، فطلعت معنا من فكرة إنشاء الملعب، والله سبحانه وتعالى ومجهود الشباب ساعدنا وقدرنا نوصل قدمتكم هالملعب، نفتخر فيك يا زلمة. حاج عبد، بدك تحكينا لمحة صغيرة عن الموسم اللي مرق، وشو تحضيراتكم للموسم الجاي؟ ما في شيء بيجي بالهيئة، تعبنا بس الشباب كانوا عند قد المسؤولية
ضحوا صراحة يعني ما بنقدر نكفيهم. ما بعرف، أنا بعتقد إنه هذا شيء قليل باللي عملناه لهم إياه باللي قدموه لنا، وإن شاء الله طموحنا أكبر من هيك بكثير، والله يوفقنا جميعا. شو بتوقف جماهير حاج عبد؟ يعني أنا ما بقدر أعبد على سبيل الفوتبول، يعني في مدرب، لكن نحن كإدارة حابين إن شاء الله نطمح لقدام كثير، والله يوفقنا. نحن هلا قادمين على افتتاح ملعب جديد، شو بتحسوا من الناحية الأكاديمية إنه بتأثر على تدريبات النادي، تطوير تحسين مستواهم، وشو بتوقف الجماهير بالموسم اللي جاي؟ أول شيء بخصوص الملعب، هي إنه حلم تحقق، حلم الأجيال بس تحقق، بس إنه هذه بترتب عليها مسؤولية، الحلم وقت اللي يتحقق بصير واقع، والواقع مفروض إنه تحافظ عليه، وإلا بيرجع الحلم يتبخر. فنحن بعد ما الله وفقنا وطلعنا على التالتة، يعني أنا بنصح الشباب وبنصح حالنا كلتنا شوي إنه بدنا نتواضع ونخلي إجرينا على الأرض حتى الغرور ما يرجعنا لورا. هذا أول شيء. أما بخصوص الملعب، حقيقة كانت خطوة هي حلوة، أنا شخصيا كنت متردد، لأنه أنت لتفوت على، أنت تتعاطى الشأن العام، لتفوت على نص على مؤسسة عامة، لا تتوخى الربح أو فيش عندها إنتاج وتصير تنتج، بتصير تفزع، لأن بدها إدارة، بده ينضبط الملعب. لا الحمد لله الشباب اتفاق، وفي رئيس النادي الحاج عبد الباسط هو كان متحمس للفكرة معنا، كلنا متحمسين معه. أنا كنت متردد لهالسبب بس، لأنه بده متابعة، ملعب بده متابعة، أما هو كصرح ملعب ينرفع الراس فيه وينشاف الحال فيه، وأكيد أكاديميا ولوجستيا للفريق بيعطيه معنويات وبيساعده بالتمرين وبيريح المدرب، وللمستقبل كمان خطوة مهمة. يعني أنت عم تنتج، يعني معناتها صار في تصرف على الفريق، يعني بيرتاحوا اللعيبة، بيرتاح الفريق، بيرتاح المدرب، وإن شاء الله الله بيوفقنا ويكون فاتحة خير على الملعب علينا ونقدر نحافظ عليه. كنا بنعرف كابتن حسن إنه السنة اللي مرقت هلال بطل لبنان، بطل جبل لبنان، خبرنا شوي عن السنة اللي مرقت. الموسم الماضي من أجمل اللحظات اللي مرقة بتاريخي أنا كلاعب فوتبول، يعني ما بدي أقول عن حالي مدرب، لأنه أنا بعدني لاعب، وبعدني بقول لهم للعيبة إنه أنا لاعب معكم مش مدرب. اللي صار هذيك السنة قلت لك، كان اللعيبة من أول ما قعدنا مع بعض ومن أول ما اجتمعنا وأول تمرينة كان عندهم طموح كتير كبير، ومبين هالطموح بعيونهم ومن تمرينهم، وحابين إنه يشتغلوا. وبالفعل بلشنا أول تمرين كانت على الورقة والقلم وعلى اللوح، وكيف اللعيب لازم يكون وكيف يوقف وكيف لازم يتعامل بالملعب. بالفعل بلشنا، كان عنا لعيبة عندها أوزان كتير كتير عالية، والحمد لله يعني بإرادتهم وبإرادة رب العالمين قدروا يضعفوا من 10 ل 15، في منهم ل 20 ولا 24 ولا 25 كيلو. هذا الشيء ربنا طلع فينا إنه نحن عم نشتغل وعم نتعب وعم نجتهد لهالشيء، الله وفقنا وعملنا هالنتائج الحلوة. وهذا الفضل كمان بيرجع لإدارة نادي الهلال اللي تعبت معنا وصهرت وقدمت الدعم المادي والمعنوي للاعبين اللي كانوا كمان هن مخلصين لأبعد الحدود وضحوا كتير معنا وعملوا هالنتائج الحلوة، وتوجوا ببطل جبل لبنان ورجعنا توجنا ببطل لبنان، والحمد لله رب العالمين على كل شيء. لو خسر بالله العالم.